صاحبي وأنا بعض إخواني الكرام متابع في قضية التخصيص، أنه لا يجوز تخصيص العبادة بيوم أو بزمان أو بمكان. لاحظوا مثلا هذا أحد الإخوة يعلق على قناتي في قضية المولد، يقول كل عبادة كقراءة القرآن والصلاة على النبي والذكر فلا يجوز تخصيصها بشكل مضطرد بزمان أو مكان أو عدد لم يرد شرعا، كل عادة تحول إلى شعيرة دينية فهي بدعة. طبعا نحن هذا يعلق عليه لما قلنا أنه المولد ما هو؟ المولد هو عبارة عن قراءة قرآن، صلاة على النبي، إطعام الطعام، وربما يحصل فيه أيضا زيارة أرحام وما إلى ذلك من قروض، أو ربما يحصل فيه مجالس علم وكذا، وأعمال تطوعية، في مثلا كل واحد موظف في شركة كهرباء، في شركة الماء، في شركة يشتغل مثلا بعض ساعات هكذا، يعني مجانا في هذا المولد، أو في يعني يأخذ صور كذا، كما قلت لكم 10 صور أنا ذكرتها، ممكن فقط يعني بطاقات تهنئة ترسل عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق الواتساب أو يعني. المهم هذا الأخ هنا بيقول لا، حتى هذه لا تجوز، وكما قلنا الفوزان يقول حتى صلاة على النبي لا تجوز في المولد، وقراءة القرآن أيضا، يعني هم قالوا أنه قراءة القرآن ليس عليها ثواب في المولد. إلا هذول الوهابية الآن أريكم إياها. الغريب في الموضوع أن هذا ابن باز لما جاء لقضية أسبوع ابن عبد الوهاب قال هذا جائز. لاحظ هنا أنه إيجاد ندوة لاحظ أو أسبوع للنظر في دعوة إنسان مثل مين؟ مثل لاحظ مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو الشيخ الإسلام ابن تيمية، فما فهذا إيش؟ فهذا لا يضر، قال. مع انه هو ايش عم يقول هذا هون في اول الكلام، انه الاحتفال بالمولد او بليله الاسراء والمعراج، او لاحظ انه هذا ما لا يجوز بدعه. ليش؟ قال الصحابي ما احتفلوا، لاحظ الصحابي ما احتفلوا لاحظ بليله الاسراء ولا بالمولد ولا كذا، ولو كان خيرا لسبقونا اليه، لكن يجوز انه تعمل ندوي، لاحظ ندوي او اسبوع. ليش؟ قال للنظر في دعوه انسان. طيب ما بدنا نعمل ندوي في شهر الربيع مشان ننظر في سيرته وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 يجوز، لكن لابن عبد الوهاب يجوز، قال أنه هذا ما متكرر. من التناقضات التي وقعوا فيها قضية هذا ابن عثيمين، مرة بيقول لك البدعة إذا تكررت، الأمر إذا تكرر صار بدعة، يعني المحدث إذا تكرر صار بدعة محرمة، وأحيانا يقول لك لا حتى ولو ابتدائية يعني بدعة. فهذا حتى يخرج، ولما قال انه البدعه مشروطه بالتكرر حتى يخرج قضيه اسبوع ابن عبد الله، وممكن يعملوا اسبوع لابن باز كمان، ما بتعرف اوريكم اياها. لاحظوا هنا مثلا في فتاوى ابن عثيمين يقول لك اسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يتكرر ويعود، لانه هنا يسالونه ما الفرق بين المولد وبين اسبوع ابن عبد الوهاب، يقول لك اسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يتكرر ويعود كما تعود الاعياد، بل هو امر بين للناس وكتب فيه ما كتب وتبين في حق هذا الرجل ما لم يكن معروفا من قبل لكثير من الناس ثم انتهى امره. طيب انا بدي اعمل ندوي في المولد النبوي في اوروبا، في امريكا، في للناس اللي ما بتعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ايش رايك؟ مثل ما بتعمل. لا لا، اذا بالمولد لا لا يجوز. عصتم؟ هو نفسه هذا بيقول لك هون بيقول لك انه هو هذا اسبوع من عبد الوهاب، انه لاحظ وهون ايش بيقول لك؟ بيقول لك انه اسبوع من عبد الوهاب لم يتخذ تقربا الى الله، لك ايش عم تعملوا انتم؟ معصيه يعني؟ مو انت عم بتقول المولد اما طعام او معصيه؟ فاذا كان هنا ليس قربة ايش لك؟ معصيه؟ ها بيقول لك لا، هون في قسم الثلاثي، اما طاعه اما معصيه واما امر مباح. طيب ليش هنيك المولد ما عملته؟ اوريكم الشجره مره ثانيه، هذه الشجره هنا. لازم المولد إما طاعة إما طاعة أو معصية. طبعا هذه عكس الشجرة، هون هي الشجرة أصلا هكذا، لكن هذه عكسوها، يعني حتى يعني هذا أصحابنا عكسوها، قال يعني إنه عم تقولوا هذا، هي هذه هيك أصلا. عفوا، مو هي لحظة، هي أظن هي هون، هي إما طاعة أو معصية. فإذا معصية لاحظ، هل هذا الاحتفال معصية؟ إذا كان معصية لا يجوز الاحتفال به. إذا طاعة هل علمها أو جهل؟ إذا جهلها معناتها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، علمها طيب
إذا لم يبلغنا فهذا اتهام له بخيانة الأمانة، إذا بلغنا نتحدث. طيب، هذا شو اسمه، هذا الأسبوع لابن عبد الوهاب، هل هو طاعة أو معصية؟ طبعا هذه الشجرة كما قلنا لكم أنه عكست، أنه هل هذا الاحتفال طاعة؟ إذا طاعة يجوز الاحتفال به، انتهى الموضوع. إذا معصية، هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أو جهلها؟ إذا جهلها اتهام له بالنبي بالجهل، إذا علمها هل بلغنا هذه المعصية؟ إذا لم يبلغنا اتهام له بخيانة الأمانة، أمانة التبليغ يعني، وهل إذا بلغنا نتحداكم أن تأتونا ببرهان على معصية أن المولد معصية. يعني هذه ضد تلك الشجرة، يعني هذه فقط لإبطال، هذه عقدنا عليها مجلس. هون ايش بيقول لك؟ انه اسبوع الشيخ بن عبد الوهاب لم يتخذ تقربا الى الله، وانما قصد به ازاله شبهه في نفوس بعض الناس في هذا الرجل، ويبين ما من الله به على المسلمين على يد هذا الرجل. طيب، الله سبحانه من على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم ليس بس ابن عبد الوهاب مني، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمنا؟ لاحظ. فالمهم هنا بيقول لك انه لا يتكرر، انه هنا لا يعود كما تعود الاعياد، انه هنا اشترط في البدعه ان يتكرر. طيب، هون لاحظ بيقول لك لا، البدعه المحدث بدعه ولو كان ابتدائيا. لاحظ بيقول لك اياكم محدثات الامور، واذا كان كذلك فان البدع، لاحظ، سواء كانت ابتدائيه ام استمراريه، ياثم من تلبس بها، لانها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لحظ، في النار. إذن هنا ابتدائية، إذن حتى لو كان أسبوع من عبد الله أسبوع واحد ولا يتكرر، بناء على كلامك هنا، هذا يكون ابتدائي، يكون بدعة، لأنه هو حتى ولو كان مبتدئا، أنت الأمر المحدث، إذا حتى ولو مبتدأ أم مستمرا به، يعني سواء ابتدأت به ثم كررته أو لم تكرره، بدعة بناء على هذا الكلام. لا، الفتوى الأولى اللي هي برر فيها ابن عبد الوهاب، اسبوع ابن عبد الوهاب، قال اشترط فيها انه تكرار، انه طالما اسبوع ابن عبد الوهاب لا يتكرر كل سنة، فإذا هذا ليس عيدا. لاحظتم؟ طيب، انا بدي اجيب لك انه لا، انتم اليوم الوطني هذا تكررونه وتجعلونه عيدا، او ومع ذلك تجوزونه. اريكم اياه. لاحظوا مثلا، هذا مفتي المملكة العربية السعودية، لاحظ، المفتي العام يقول إقامة الموالد الشركية لا أساس له من الدين. لاحظ، مثل الموالد الاحتفالات، لا، بيقول لك لا أساس لها من الدين. طيب، هون في هذا، في موضع آخر، بيقول لك نفس المفتي، أنه لاحظ، ينبغي أن يكون اليوم الوطني، ما بيقول لك العيد الوطني، يوم الوطني للمملكة العربية السعودية، يوم شكر لله، ولا بد من السمع والطاعة لولاة الأمور. لاحظتم؟ اليوم الوطني، عيد الوطني، هذا لازم تشكر الله فيه، هذا مو بدعة. طيب، أنا بدي أجعل يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الشكر لله، ما بدي أجعله عيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، لاحظتم هذا المكيل بألف مكيال. عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بإذاعتنا اليوم والتي تتحدث عن أسبوع الشجر، حيث ما نبدأ بإذاعتنا آية عطر نقصد منها أطيب ثمر. ايش اسمه هذا؟ اسبوع الشجرة، سيبدأ بتلاوة آيات عطرة بهذه المناسبة، اسمه اسبوع الشجرة، وهذا يتكرر كل سنة. لاحظ، هذا المملكة العربية السعودية، الملك سلمان، هل هيئة كبار العلماء قالت انه هذا ممنوع وحرام وبدعة وكذا؟ هذا اسبوع الشجرة يتكرر كل سنة، يعني هذا يسموه عيد الشجرة اصلا. لاحظتم؟ لاحظتم؟ هاي قراءة قرآن، بعدين في إلقاء كلمة. لاحظوا. الصمغ مادة حيوية لزجة تفرزها بعض أنواع الأشجار، هل تعلم أن الساعة لن تقوم حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا؟ لاحظ، عم يتكلموا عن فضل الشجرة، وأنه لن تقوم الساعة حتى تعود الإيش، جزيرة العرب مروجا وأشجارا. لاحظتم؟ وبعدين يعني بيذكروا هنا عن فوائد الأشجار وما جاء ممكن فيها من آيات وأحاديث. ولاحظوا، وروعته هذا فضل عام بالشجرة، وفوائده عظيمة متعددة، فالشجرة تعني الفل والغذاء والدواء والخضرة والجمال.
فوائد الشجرة انه تعطيك الغذاء والدواء، وفيها بتعطيك الايش، فيها جمال والى اخره. طيب انا لو عملت اسبوع للنبي صلى الله عليه وسلم، تكلمت عن سنته وهديه واخلاقه وشمائله، وما ازدلنا من هذا الفضل ومن هذه الهداية باذن الله سبحانه وتعالى، ايش فيها؟ يقول لك اعوذ بالله. لاحظ هذا، لاحظ، ما يعني ما من بقى قوم أو أحد يتشدد في شيء إلا ويقع في هذا الشيء هو من الجهة المقابلة بأشد منهم. يعني هم ينكرون عليك المولد، يعني اللي أنت عم تقول عنه مباح، راحوا وقعوا في الصفات وفي آيات الله لما قالوا بائن، وقالوا من لم يقل بائن فهو يكفر ويذبح ويلقى في مزبلة، ومن لم يقل بحد فهذا أنكر وجود الله كما قال الدارمي، ومن لم يقل بمكان فهذا أنكر العلو وأنكر الاستواء، ومن لم يقل، راحوا أتوا بهذه البدعة وجعلوها واجبة. أما المولد اللي نحن نقول كل لساننا وطلع عليه شعر كما يقول، أن نقول مباح مباح، ما بدك لا تعمله، لا تريد لا تفعله. راح اعمله، اريكم لسه مزيد من الاعياد. لحظه، والقدره والجمال، فما اجدرنا برعايه الاشجار والدعوه الى زراعتها والمشاركه في انجاح اسبوع الشجره. لاحظوا، يدعو الى زراعه هذه، زراعه الاشجار في اسبوع الشجره. طيب هل هذا جاء في الكتاب والسنه؟ لاحظتم على هذا التناقض؟ طبعا احنا ما ضد لا اسبوع الشجره ولا عيد الشجره ولا عيد الام ولا ولا ولا, ولا كل هذه، ولا عيد العمال، ولا كل يعني هذه مازك، يعني امور يعني حسنه لا باس فيها. سميها عيد لا تسميها عيد، يعني مش عبره بالتسميه، عبره انه هذه ايام يعني لأمور معينة، الناس تسميها عيد، ايش تسمي عيد، ايش تسمي العيد، ليس بالتسمية. العيد له مراسم، له في صلاة عيد، في كذا في كذا، في يكون بعد في وقت معين. عيد الفطر يكون بعد صيام رمضان، عيد الأضحى يكون بعد الوقوف بعرفة. هذا أما ذاك قلت لي روح اتعلم ايش معنى العيد، هذا ابن شمس الدين، لكن هو عيد سواء سميته ذكرى او كذا، هو عيد، لا حول ولا قوة الا بالله. تفضل، لاحظوا هذا ايش اسمه؟ اسبوع المرور بثانوية محمد بن عبد الوهاب. لاحظ، هذه ثانوية مدرسة في السعودية اسمها ثانوية محمد بن عبد الوهاب، يعقدون فيها اسبوع للمرور، يحطوا الشجرة هذا اشارات المرور وكذا الى اخره. لاحظوا هنا، لاحظوا اشارات المرور، لاحظ قيادة بلا حوادث مرورية. يعني هذا اسبوع في ايش اسمه اسبوع المرور في ثانوية محمد بن عبد الوهاب. لاحظوا، قبل قليل كنا وين؟ اسمعوا، هذا اسبوع الشجرة، لاحظوا، في ثانوية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فيها بعدين فيها اسبوع المرور. لاحظوا قضية حوادث السيارات وكذا الى اخره، عملي لها اسبوع كمان. لاحظتم، هذا مجلس للنشيد وتأبين ابن باز ومدحه والى اخره. هذول، هذا اللي كان حيطط هذا احد تلامذة الشيخ محمد بن عبد ابن باز. اسمع كيف دي مدح. هلا تموج السطور لذكر ابن باز ويعلم، تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور، ويجري القصيد ليحكي الحياة، حياة الإمام التقي الصبور. حياة الإمام التقي الصبور، هذا بمين؟ هذا بمين؟ لابن باز. أحس، بس اسمع، لذكر ابن باز تموج السطور، لذكر ابن باز تموج السطور، لذكر ابن باز ابن باز قريب وصوت العزاء. طال عمرك يا ابو نادر، انت كل حياه، حياه الامام التقي. صار مناعه، ومثل الشيعه صار مناعه، بيبكي عليه. اسمعوا، الصبور
قال كيف بتحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع؟ ما بتعرفوا انه في شهر ربيع انه هو توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما هو السيوطي اجاب عن هذا الامر انه هو ان الشارع انه هو ما هم بيقولوا طيب انه ان تحزنوا لوفاته ليس باولى من ان تحتفلوا بولادته، لانه ولد في نفس الشهر ومات في نفس الشهر. يعني انه فهو اجاب السيوطي انه نحن الشارع امرنا وندبنا الى اقامه الافراح مثلا في الولاده، مثلا في العقيقه، انه جعل عليها انه عقيق هذا الولاده من اجل ولاده، لما يلد لك ولد الجاري عليها شاة، والولد عليه هذا الصبي عليه تذبح عليه يعني شاتين من حزن. اما في المآسي والوفاة والكذا لا يحل لامرئ ان هذا ان يجوف اخاه ثلاثه. الحديث الثاني انه لا يحل لامرأة ان تحد على زوجها على احد الا على زوجها 4 اشهر، يعني لا يحل الحداد الا اكثر من 3 ايام الا لزوجها على زوجها، ومع ذلك لاحظ. فنحن عم بقول لك قل بفضل الله ورحمته وبذلك فليفرحوا، نحن مأمورون بالفرح. لاحظ، ومن رحمته عيده، من رحمته هو بعثته صلى الله عليه وسلم ومولده صلى الله عليه وسلم. لكن هون لاحظ ليس منا من لطم الخدود، وانه الحديث وانا طبعا ما في لطم، لكن قضيه الايش النياحه هذه منهي عنها، النوح والنياحه. على بالك طيب عفويه، طيب قد يحدث هذا في المولد انه من الشوق ايضا قد يبكي الانسان شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا تضمن اول شيء، تضمن مدحه بالشعر ورثاؤه بالشعر، وهلا سيكون بالنثر. هلا سيتكلم لانه عن 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 فضائل ابن باز هذا الشيخ اللي قاعد، هذا من تلامذته. اسمع، ما كان موجود لا واتساب ولا كان انستغرام ولا كان رحمة الله، هذا يعني اسمه الله بخلقه يعني رحمة جعنا الله. اني كنت اجي احيانا وانا بزر حقيقه، واتفاجئ انه يطلب مني اتكلم في مجلس فيه علماء وفيه مشايخ حتى في المسجد احيانا، واعرف انها رساله وبيوصل رسالة فقط تشجيعية، ولا يعرف أننا إحنا طلاب وصغار. لكن رحمة الله عليه رحمة واسعة، الله يجزاك خير، أبيات جميلة. عموما الحقيقة أنا تعود السطور لذكر ابن باز هل رأيتم مجلسا في السعودية لرسول الله انه هيك مجتمعين يمدحونه بقصائد؟ انا ما رأيت. العزل ابن باز معليش، لا حول ولا قوة الا هذا مجلس مليان، هذا يعني شوفوا في يعني في ناس كتير، واظن في امراء، واظن لاحظ في مشايخ هذا المغامسة وغيره. لاحظ شايفين شلون وجوههم مستنيره هيك مبسوطين بذكر ابن باز، لكن اذا ذكر رسول الله بالمدح ولا قضيه المواليد اعوذ بالله. يا لطيف لا حول ولا قوه الا بالله. منين الناس ما بدها تتهمكم ببغض رسول الله؟ منين؟ انا لا اتهم طبعا، لكن شوف على العيد اليوم الوطني، الشجره، الاسبوع المرور، كله 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 جائز الا رسول الله، الا رسول الله. هذا قال لرسول الله يعني لا تسبوا رسول الله. بالعكس العملية البارحة وما بالعهد من قدمي، وهذا مسجل في قناة من قنواتهم، احتفلوا بعيدي بميلادي محمد بن عبد الوهاب. الله البارحة الله الله. يوم تسعة ربيع الأول احتفلوا بعيد ميلاد محمد بن عبد الوهاب على أجزاء، وسرد سيرته وحياته على أجزاء. هؤلاء الذين يبدعوننا
ويبدعوا المسلمين باحتفال بالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون الاحتفال بمولد رسول الله، يحتفلون بمولد نجديهم وشيخهم النجدي. لاحظتم منين الناس ما بدأت تتهمكم؟ إذا عم يشوفوا قدام عينكم، قدام عينهم، هاي فتاوى ابن عثيمين وابن الفوزان وكلهم معلش قال اسمه ابن عبد الوهاب، قال هذا ما يسمى مولد. لاحظ وبيسردوا سيرته بيمدحوا، هذا طبعا كنا عم نمدح أن نسمع مديح لابن باز طيب يعني، لكن رسول الله لا 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 تشرك يا شيخ، لا تشرك يا شيخ. وأنت لو تأملت القصيدة اللي سمعناها قبل شوي، هذه تموج السطور كلها غلو، فضلا عن المجازات اللي فيها. لاحظ هو لما بيقول لك اوليتها تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور، لاحظ حياة تسامت بنور اليقين وعلم اضاء بكل دور وكفيف وابصر جسر النجاة، كفيف وابصر جسر النجاة، وكم من بصير اضاع الجسور. لاحظ الى ان يقول هنا، لاحظ ومات الامام ولكن سقانا بعلم يسد الصور. إمام سقانا إنه مات، وسقانا إنه أنا قضيت إنه المجاز إنه سقانا بعلمي وكذا. لاحظتم؟ فلاحظ لك إنه حياة تسامت بنور اليقين وعلم أضاء بكل الدهور. يا لطيف، كفيف وأبصر جسر النجاة، وكم من بصير أضاء الجسر. هذا مغلو هذا. لاحظ أمات ابن باز ولا حل فراق، سؤال يزلزل كل السطور. لاحظ وجاء الجواب يجر الخطى وحزن يتوج راس الصغور، ومات الإمام لكنه سقانا بعلم يسد الصغور. ولاحظوا هذه فتوى طويلة باليوم الوطني. لاحظ هذا واحد اسمه الدكتور عبد العزيز فوزان، غير هذا كصالح الفوزان. لاحظ انه افتى بجواز الاحتفال باليوم الوطني، قال وعول، لاحظ على جواز الاحتفال باليوم الوطني او أن العبد لا يتقرب إلى الله بالاحتفال به، مع الأساس إما مولد طاعة أو معصية. لاحظ نفس الشيء عملك أسبوع من عبدها، هذا ليس تقرب إلى الله. هون عم يقول لك يوم الوطني ليس تقرب إلى الله، إيش لقاوي؟ وأن الأعياد الشرعية يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات. هون صار يفرقوا بين الأعياد، إيش معنى العيد؟ العيد أنه لاحظ يقول لك أنه يشرع فيها عبادات وجوبا أو استحبابا. لاحظ وإنما يقصد باليوم الوطني التذكير بنعمة الله بتوحيد البلاد ووجوب المحافظة على أمنه ومكتسباته. طيب ما هذا الذي قاله المجيزون للمولد، أنه يوم يتذكر فيه يتذكرون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى هو يعني بالأخير أحد الوهابي لان شوي وقال أنه يعني هو المولد يعني جائز كوسيلة يعني لا يسأل عن الوسائل عن الوسائل ما الدليل يعني. هلا سنأتي لكم بهذا هذا انه مثل الاحتفال بواحد اذا ختم القرآن او حفظ القرآن، ابنك حفظ القرآن تعمل له حفله يعني انه تشجيعا له وكذا، انه هذا ما تسألني ايش الدليل على جواز هذه الحفله، سأتيكم بها. هذا الطريف بالموضوع، واحد منهم هذول بيقول لك المولد بدأ وهو نفسه يدعو تاني يوم للناس لحفل تخرج ابنه في علم في هذا من حفظ القرآن. أريكم إياه. لاحظوا هذا إحسان العتيبي بيقول لك لا، لماذا نقول بدعية المولد؟ بأنه لا بيروح بيسرد لك بقى نفس الكلام، أنه لم يرد الاحتفال بالمولد، لم يرد فيه آية ولا حديث ولا تكلم ولا سيدنا أبو بكر ولا عمر يعني أقام به نفسه. هذا ابن لاحظ معاوية بن إحسان العتيبي، لأنه هذا اسمه إحسان العتيبي. هذا ابن لاحظ دعوة عامة يا لاحظ يسر مركز كذا، دعوتك يسر مركز كذا، دعوتكم لإيش؟ لحضور حفل تخريج حفاظ القرآن الكريم وكتب السنة 18. طيب هذا جاء في الكتاب أو السنة أنه إذا واحد حفظ القرآن عملوا له حفلة. لاحظتم حكم الاحتفال بالمولد. الاحتفال بالمولد له صورتان. الصورة الأولى الاحتفال المبني على اعتقاد أنه مأمور به شرعاً وجوباً أو استحباباً، فمن قال إن الشرع يأمر بالاحتفال وجوباً أو استحباباً فقد وقع في البدعة السيئة. فكيف يأمر الشرع بشيء والسلف لا يعرفونه
الصورة الثانية الاحتفال المبني على اعتقاد أنه وسيلة، ليس هو مأمور به شرعا إنما هو وسيلة. الآن إذا حفظ طلب القرآن وعملنا له احتفال، هل يأتي شخص يقول ما الدليل؟ الوسائل لا يسأل فيها عن الدليل، الأصل أن الوسيلة مباحة، ينظر في الغاية منها، إن كان الغاية منها خير فهي خير، إن كان الغاية منها شر فهي شر، إن كان يفعل فيها خير فهي خير، يفعل فيها شر فهي شر، لا يسأل عن الدليل في الوسائل. أن لا يكون بدعة سيئة، لماذا؟ لأن الناس وإن كان هذا وسيلة فالعوام مع الأيام سيعتقدون أنه من العلماء في ذاك الوقت. خالف شيخ الإسلام ابن تيمية لما حدثت هذه المسألة، جمهور العلماء قالوا إن الاحتفال بالمولد ليس بدعة سيئة، هذا الذي عليه جمهور العلماء في ذاك الوقت. خالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بدعة سيئة. اختلف العلماء، ما موقفنا عند اختلاف العلماء؟ لا نتعصب. ما الذي يجري الآن؟ التعصب. السلفي يقول بدعة سيئة بلا إشكال ويجزم، والصوفي يقول بدعة حسنة بلا إشكال ويجزم، كلاهما متعصبان. قاعدتنا إذا المسألة قديمة أجمع عليها السلف لا يجوز أن نخالف إجماعا، اختلف السلف فالأمر واسع لا نتعصب. جميل جميل، هذا جميل يعني. من ناس سوى قوم عرفوك وخيرهم همج همج، نسمات هواك لها أرجو، تحيا وتعيش بها المهج. من ناس سوى قوم عرفوك وغيرهم نحن احتفلنا به صلى الله عليه وسلم رغم أنوف القوم، وكما قلنا لكم أصلا المولد هو صار الآن عرف يفعل للحفلات غير الماجنة، لأن الناس الآن قسمان، قسم يقوم بحفلات ماجنة يأتي بالراقصات وشرب الخمور وحفلات يعني للزفاف وكذا، وناس ملتزمين لا تأتي بفرقة فرقة إنشاد دينية، هذه يسموا بيعملوا مولد، يعني بيسموا إنه فرقة إنشاد ثم إرشاد، وبيضيفوا ضيافي أو فواكه أو كذا، وإنه يكون المجلس هذا الناس المدعوية ليس فيه شرب خمر، ليس فيه هذا يعني اختلاط رجال بنساء أو نساء كاسيات حريات أو ترقصون الرجال مع النساء وكذا. وهذا وأنا هذا في أنا نفسي في يعني يوم زفافي أتيت بهذه الفرقة أصلا، أنا يعني هذه فرقة معتصم العسلي قاموا بهذا الحفل، هذا أنا يعني أعرض لكم هذا لقطات منه، هذا حفل زفافي هذا في دمشق في 2008 أو 2009.
ليكون هون أنا. هاي هون أنا. هاي كنت عريس. طيب وفي هذا القدر كفاية، الحمد لله رب العالمين.